الهجرة الصغيرة، بنرصد ان الهجرة عدد فردية وقصيرة تقريبا، يعني ايه برضو نرصد ما نطلعش بيوم بفيديو جديد نرصد فيه الاحداث، ان الهجرة حاليا هجرة فردية تكاد تكون ايه اصغر من الجماعية، اهي اهي الهجرة فردية هنلاقيها هنا اهي، تكاد تكون فردية اهي اهي فردية فردية بنسجلها برضو اهي، تكاد تكون، بس طبعا التصوير ضعيف، التصوير ضعيف لان الحركة فردية، المهم تكاد تكون فردية. يبقى بنرصد هجرة فردية جماعات صغيرة في اسراب برضو وصفوف، فسبحان الواحد القهار خالق الاكوان مقلب الليل والنهار. بنرصد حركات فردية دلوقتي وحركات فردية لبعض الطيور، بعض الطيور حركات فردية صغيرة، ولكن البردس ميجريشن تكاد تكون قلت، او لا ندري اليوم، او قلت الافواج والاسراب المهاجرة. لغاية دلوقتي كان بيبقى فيه اربع او خمس اسراب بنصورهم في مدى الساعة ما بين السادسة والسابعة، ولكن بنرصد ان الحركة قليلة، عدة افراد قلائل من في سرب برضه في صفوف يعني، فسبحان الرحمن خالق الانس والجان وكل الاكوان ومدبرهم سبحانه وتعالى، فبأي ربكم تكذبان. البردز ميجريشن تكاد تكون انقطعت، او لا ندري ماذا هذا العيوم، او ربما الطقس له تأثير، او ربما الافواج انتهت الهجرة بتاعتها، فبرضو ايه هننقل المزيد ان شاء الله. اخر فوق اهو يكاد يكون المنظر، بس مش ايه اخر فوق، اخر فوق فرب سبحان الله. الم ترى ان الله يسبح له ما في سماوات الارض والطير صافات كل قد عن صلاه وتسبيحه الله عليهم يفعلون. اخر فوق اهو يكاد يكون ظاهر، بس طبعا التصوير ضعيف. وسبحان الله، الم ترى ان الله يسبح له ما في سماوات الارض والطير صافات كل قد عن صلاه وتسبيحه فوقنا، او لم ترى الطير فقام صافات فاقبضنا من سكوت الرحمن انه بكل شيء بصير. اهو اهو الايه الكونيه، الايه الكونيه تؤيد الايه القرانيه، فاي ربكما تكذبان، فباي ربكما تكذبان ايها الانسان، أنا لنا أن نؤمن بالرحمن. الصفوف أهي طير صافات فوقنا أهو، أيوة كان يبقى 1443، هل هذا يعلمه بشر؟ هل هذا علمه البشر؟ هذا هداه البشر؟ هل هذا ينافق البشر أو يخادع أو يرتشي؟ لا والله، الحمد لله الحمد لله. الآية لا يختلفان، الآية الكونية تؤيد الآية القرآنية، فسبحان الرحمن خالق الإنس والجان وكل الأكوان سبحانه وتعالى. يا صفات ولكن تثبت، كل حين يأتينا لقطة جديدة وسرب جديد وفيديو جديد يصور لنا الآيات الرحمن ينطبقان ولا يختلفان سبحان الرحمن، وإن كانت آيات صغيرة ولكنها قصيرة وصغيرة ودالة على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وأذان المغرب، وكان آخر فوج اللي هو سرب صغير، طبعا بنرصد قلة الأعداد المهاجرة، ولكن ما زال السرب يثبت، ينطبقان ولا يختلفان يؤيدان آيات الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان يا الإنسان في كل مكان. كيف نعلم بشر ويتعنوا في القرآن إنه كتاب الرحمن نور الرحمن، لا نبكي إلا أن نقول سبحان الرحمن، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اهي هذا ليه الحاجات الفرديه سبحان الله، اهي الطيور فرديه بتحاول تروح بقى مع اذان المغرب اهو، سبحان الله سبحان الله اهو، ينطبقان ولا يختلفان ويسبحون، والاذان يرفع اذان الرحمن، والطيور الباقيه الفرديه تتحرك للغروب لجهه المغرب الى اعشاشها، اهي ايات الرحمن سبحانه وتعالى، ينطبقان ولا يختلفان، انها ايات الرحمن، انها مسيرة بقوة الرحمن وإرادة الرحمن سبحانه وتعالى، فكيف يكذب الانسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، سبحانك سبحانك سبحانك، حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح،
أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. غربت الشمس وأذن لصلاة المغرب، وبقت الطيور الفردية تتحرك مسرعة إلى أعشاشها، بعيدة ولكنها حالات فردية سريعة، تذهب مسرعة لأن وقت الغروب انتهى، والليل يسجي أهل الأرض ويسجي الأرض بما عليها، وكل من العشاش تأخذ وتأخذ خمسة وتروح الوطن، تروح سنة الله وسنة أخبار ما أخبرنا رسول الله عليه وسلم، الكل يعود إلى الله، يعود إلى عشاشه مساء، يغدو صباحا مع شروق الشمس، ويعود ليلا سريعا مسرعا قبل سجيان الليل، وسجيان الليل على الأرض وغشيان الليل الأرض كلها. هكذا آيات الرحمن ينطبقان، فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الإنسان. لا تصدقوا الملاحدة ولا الكفر، القرآن آيات الرحمن، إنها من حكيم، تنزل من حكيم حميد سبحانه وتعالى، ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزل من حميد مجيد سبحانه. سكوا بكلام الله، لأن آياته من 1443 سنة، الآيات منزلة، وأتت اليوم من نشاهد الليل النهار الشمس القمر لا يختلفان، آيات الرحمن، الشمس والقمر يجريان، النجوم تجري، الكواكب، الليل النهار، الليل والنهار يتبادلان ويتسارعان، الطيور تحقق آيات الرحمن. من علمها ومن هداها؟ وهل ارتشت أو أخذت رشوة من هذا أو نفقت فلان أو فلان أوحى لها؟ سبحان الذي أوحى لها، سبحان، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سبحانه وتعالى. سبحانك ارضعنا وخلنا في بيتك الصالحين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.